خونا عندنا مشكل ديال الماء، انقطاع ديال الماء. حنا خويا فهمتيني حيت ما عندنا لابير الاول فهمتيني، كنا درنا درو مع هاد المساعده ديال المياه توزيع الماء هي اللي كتعاونونا فهمتيني، كنا مدخلين الماء للدار معاونين به فهمتيني، كنشربوا منه ومن نغسلوا به المواعن منه كلشي نديروا به فهمتيني. من قاطع عندنا الماء ما عندنا ما نديروا فهمتيني، ولا كنسقيو رجعنا نسقيو بشغل البوطه وحشاك فهمتيني العاودو. حنا دابا كنطلبوا من عند الناس الماء صافي، بغينا شي حل يديروا معنا شي حل دابا لهاد المشكل. حنا خويا فهمتيني خلصوا عندنا اوراق كلشي، عندنا الدليل كلشي، وما عرفناش السبب علاش قطعوا لنا الماء. حنا جينا تقيشينا مكرفسين فهمتيني، الوالده تنوض مع الصباح دار وقت كتبات لك فهمتيني العوده وشغل البوطه فهمتيني، تمشي تسقي صباح وعشيه مشكله تحشم بنادم. كنت الصباح غادي عاد وكل عشيه غادي عاد رغم الماء. نهار بغى يدخلوا قال لك 40 فريال الخيمه عطيناها ليهم، دابا ملي جاب الخلاص خلصناهم. قال لك شحال من سالك؟ قال لك 36 كتيها هي. دابا جينا من الدار البيضاء باش نخدموا ونسقيو ونشربوا، ما صرنا ما نشربوا والو، مقاطعين لنا الماء. وحنا دابا اربعة الخيام هنا كلشي مخلص، حاسبين الكرة ديال المكانة خلصناها تا هو. قال لك 10000 ديال الكرة خلصناها، ما خلينا منين يدويو. كنجيبوهم من القصبة ونشربوا ربع كولومبيت باش كنمشيو، باش كنجيبو المويه باش نديروها حتى هو. واش نديرو المشكل اللي كاين في الدوار؟ تفاجئنا الاسبوع الماضي يوم الخميس 23 نوفمبر 2023 بالمكتب الوطني للماء والماء الصالح للشرب بالسطات بنزع العداد المائي الذي يزود دوارين، الدوار ديال البلاد العربيه الزنجوفيه والدوار ديال البلاد علاج جوابره، مجموعه تقريبا واحد 130 خيمه ولا 140 خيمه. حنا ما عرفناش السبب ديال هذا المشكل منين جا، علاش نزعوا هذا العداد الكبير. مشينا عندهم سولناهم قال لك ودي كاين ديون متراكمه. حنا كجمعيه تشددنا المكتب في شهر 5 ملي مشينا نخلصوا الواجبات الشهريه، كنتفاجئوا باننا خلصنا ديال شهر للشهر 11 و 12 2021 وشهر 1 و 2 و 3 2022. اذا هنا الناس العدادات الصغرى اجور اللي مستخلص اللي كيدور المسير اللي مكلف بالماء وكيستخلص الفواتير الشهريه كيقول لك الناس ودي اجور، ولكن كاين واحد ديفيرونس اونتر العداد الكبير وباقي عدادات الدوار. حنا كنتفاجئوا بان تقريبا ما بين 150 الف درهم حتى 180 الف درهم. حنا ما عرفناش من جات هذا المونطو هذا، ما عرفناش. حنا كنطالبوا من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 16 بارجاع العداد وباخراج واحد اللجنه تقنيه باش تعرف لينا هذا الفويت فين كاين. حنا كجمعيه ما عندناش الامكانيات وما عندناش خبره في هذا المجال المائي باش نعرفوا فين مشى هذا الشيء. تهلكوا الناس راه مخلصينه، ولكن هاد لا ديفيرونس من جهه الله اعلم. دابا تقريبا اليوم العاشر بدون ماء، ايوا راه اللي عنده شي بير راه خدام به، اللي ما عندوش راه هز بوادزو كيدور هنا كيطلب الماء. المطلب ديالنا هو ارجاع العداد المائي واخراج لجنه تقنيه لمعرفه السبب ديال هذا الفارق المسجل ما بين العدادات الصغرى والعداد الكبير. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.